كي نحاولوا باش نعرفوا بيوجا ضحك شنو نقولوا؟ هي هي ها 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 هي هي ها 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 وندغدغ روحي. شنو يوجا ضحك؟ هي رياضة. نعم. ولت توا أصبحت علاج وآخر صيحة في العالم. آخر صيحة في العالم. آخر صيحة في العالم. ننفخوا كروشنا بالكذا بالكذا وبعتيكا نخرجوا زفير عبر الفم. شهيق زفير شهيق زفير شهيق زفير. انا ملي كنت صغيرونه كنت في الليسي. ولتوا صغيرونه صغيرونه صغر لعني بلا مكمش من الجهه الصغر. كنت في الليسي عندي القايم العام في الليسي يقول لي يزي مهات جوري يزي من الضحك. انا ولدت كي نخرج من الكلاس ضحاكه من نولك انا ضحاكه بطبيعتي معناها عندي كاريزما نتاعي عندي صح عليك يعطيك ربي هي عندي معناها من عندي من عند ربي. مين نبدا خايفه من القايم العام كان يجي ناديني مهات جوري يزي من الضحك. انا قعدت فيا قعدت فك الطفل الداخلي صغيرون اللي هنا نعم. عندي هكاكا نعم. في وسطك طفل صغير يا صبري في وسطك طفل صغير يا صبري معناها انا حبله طيح في القدر في وسطك طفل صغير. احنا مناش قاعدين نتنفسوا هات نعملوا تمارين تطبيقيه كيفاش تنفس الصحيح. باهي احنا نتنفسوا ناخذوا ساعه نعطي اورد للعقل الباطني نتاعي اللي انا قاعده مرتاحه. عيان زور شيخنا يا فوقنا سيدي علي شعبتو زنا شوفونا علي الفايحك بنتي نروحوا عباد راكده متكيفه زي قرمشه في الارطال قاعده بحثيها مي. شنو نروحوا؟ مي نروحوا. كي يقعد هذوما دي سيونس دو يوغا. نيتي انا يوغا نوع شكلي زي يوغا وقعد عملك ساعتين ما عنده ما يصنعوا في حياتهم زي راكد عملك. شيخي هذايا دي سيونس باش ينحيوا لك ستريس وتتفرهد. نخرجوا كرشي نشربها الهواء يدخل من الأنف الهواء يدخل من الفم من الفم فم أها كي نخرج نخرج من خشمي أنا ساعة لها تخت في مخي ما فهمتش مسالش نعلمهم كيفاش يتنفسوا نعلمهم كيفاش يضحكوا ريت سبعة ذوما كان فيك ركز معايا ريت سبعة دوزة ذوما تحطهم هكي فهمنا أقعد غادي ترس خلينا نجربك باش نحكي لك نكته ونشوف كيفاش تضحك. هاكي نموت على النكت. داكوردو قال لك ملك الغابه يحكم في الحيوانات ما هو عيط لهم يا اخي جا القرد. ايه ايه اوه اوه ما كملتش النكته راهو. ايه بالقرد يضحك. قرد يضحك سا ديبون شكون يضحك عليه بابا. واش تفهمنا؟ مش كي تضحك قلنا ما تحلش الكراج نتاعك علينا هكا سوابعك هذوما الزوز تحطهم هكايا. مسافر شنو نتذمروا توا تحب تعلم في ناس ولا تحب تولي مهراس؟ علاش ما يضحكوش خاطر الضحك فيه برشا فوائد. انا صدقني في ايام الكورونا العامل نتاع الكورونا انا ما مرضتش بالكورونا خاطرني نمارس في يوجا الضحك الحمد لله. وعندي شكون في العائله معناها مرض بالكورونا وفي خدمتي كذا معناها مرض بالكورونا مي ما معناها انا ما مرضتش بالكورونا نعم. خاطرني نمارس في يوجا الضحك. نبدو احنا باش نصفقوا باش نقولوا هي هي ها 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 كي نقولوا هي هي ها 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 ريت فمي كيفاش كي نقول هي هي ها 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 هي هي ها 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 انا ديما في اليوغا نحب الناس اللي هم على اعصابهم نحب يجوني الناس اللي هم متنرفزين خاطر انا باش نطلع الضحكه ونطلع لهم الضحكه. هاك طلعتونا الكل انا كلنا تو نغزلوا مدفع ليك كان نعمل هي هي ها 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 وبعد كان هز يدي الفون نقول ها 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 تخرج من الاعماق يا لله يا لله شه شه فما شكون يدغدغك ما فماش شكون يدغدغك علاش انا ما ندغدغش روحي علاش انا ما نفرهدش روحي راهو في الدنيا هذه راهو انت سيد ونفسك اذا كان ما تفرهدش روحك ما فرهدك حد نبدأ واذا كان نعمل هكا هي هي ها 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 وندغدغ روحي هكا انا والله ما عاد قاعدتها والنجم زاده عندي تمرين سريع سيزيات فضل. اني ننظف عقلي وننظف قلبي الهبال وحلى والعقل زريعه نعطي طاقة لعقلي ونعطي طاقة لقلبي كيفاش هالتمرين السريع؟ كيفاش هذايا التمرين هذايا اختصاصي أنا وتمريني أنا وابتكرته أنا ابتكرته أنت هذايا حقوق تأليف محفوظة بعدت شوية معناها على التقليد وكليك اللي قريناه كليك أيوة. حبيت نعمل حاجة خاصة بمهاء كوتش مهاء تجوري خليها تعمل حاجة خاصة بها هي
خليها تبدع وتخرج معناها تخرجك نسامك الحاجات اللي هم عايشينها. كيفاش مهي؟ انا نمد يدي اليمين هكا ونشد عقلي نعمل له هكا، هو بالطبيعه هو لاصق، اما انا نوحي العقل الباطني نتاعي اللي انا باش نحله بالفيلتاج. هكا نعمل هكا هكا، وبالطبيعه احنا نبداو نفادلك وكلك على العقل نتاعنا، ونحي عقلي لهنا نحطه لهنا في يدي اليمين ونلوج على الخزانه نتاعي فيها صابونه طاقه ايجابيه، ونبدا نفرك نشدك الصابونة هذيك فيها طاقة إيجابية ونبدأ نضحك. عقلي عايشك وخذ شريبة ماء يا شومي. نبدأ نضحك وباتك نرجع العقل متاعي، وبعد نخرج القلب متاعي. احنا غاديك في جيبس نبدو نضحكو هيك، تقولها قلبي على اليمين، تقولها قلبي على اليسار، تقول هذيك قلبي. معنا نفس العملية اللي نعملوها مع العقل نعملوها مع القلب. مع القلب برشة تمارين. اسمع بجوه ربي، شو تحب شو تحب؟ نجمو حتى زادة نركبو في البابور زادة. يا سيدي فازين، احنا نجمو نعملو تمارين واقفين، ونجمو نعملو تمارين احنا قاعدين. نستخيلوا روحنا اللي احنا طالعين في البابور وماشيين للبحر، وما احلاه البحر وما زينو فيه الطاقة الإيجابية وفيه الشمس وفيه، وعنا كالحوتك اللي كالحوت محلاه ينقز كليكا. طور كي شدك شاف وجهك طيوريك الارطار على سبعة نجوم. محلاه البحر، نحسوا إن فما. تصور أنت بالخيال متاعك تمشي تعمل رحلة، مثال واحد ما نجمش ديما يسافر ولا يمشي، معناها ينجمش جملة مش ما نجمش. أنا نعمل تمارين نمشوا لإيطاليا، معناها السفرة مضمونة معك أنت من غير تأشيرة ولا مصروف ولا أي. نعمل تمرين من غير مصروف ما غير حد شيء. أيوة. أنت قاعد معايا نجمو نخدمو على البحر ولا في لوسال دي سبور في جيبس. نعم. نجم احنا نطوفوا على الكعبة. شنو؟ نطوفوا على الكعبة، نتخيلوا نستخيلوا العقل الباطني، خاصة الأيامات هذه أيام فضيلة العشر الأوائل من ذي الحجة. نعم، نستخيلوا اللي موسم الحج الأكبر، موسم الحج إيه، نعملوا احنا يدينا هكا ونتنفسوا ونستخيلوا اللي احنا نحجوا على الكعبة، ومع التمارين الطاقة اللي احنا باش ننظفوا بها الشاكرا نتاعنا وننظفوا الجسم نتاعنا، وكل حاجة اللي هي بحذاك راهي انعكاس ما في داخلك، راهو جوك ناس سلبيين. ما في داخلك، ما في داخلك. حرب جر حرب صلحتك باش تضحك هذاك، حبيتك تضحك. مضمرك يا خي، يا خي مضمرك، قديش الضمار بعدك يحرق.